September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. مقادير العجينة: كوباية ونص دقيق ونص سكر وربع زيت أو سمنة أو زبدة، بيضاية واحدة، بيكنج باودر وفانيليا ونص معلقة كاكاو خام. بعد كده مقادير التوفي: كوباية لبن وزبدة حوالي معلقة كبيرة، نص معلقة نشا ونص معلقة دقيق وسكر حوالي 3 معالق. التزيين بقى: موز وجوز هند ولبن وشوكولاتة خام وكريم شانتي. طريقة التوفي: هنحط السكر هنا ونحطها على النار، خلاص. بعد كده وهي على النار هنحط اللبن، اللبن ساقع، هحط فيه النشا، معلقة النشا، وبرضو على معلقة الدقيق، وهقلبهم كويس جدا لحد بس السكر يبتدي يسيح شوية زي الكراميل كده. وبعد كده هنقوم حاطين عليه الزبدة على السكر، وبعد كده هنحط اللبن اللي احنا قلنا عليه ده.